هادي زردة 5-5 هادي زردة 5-5 ولا يني 5-5 ولا يني 5-5 أو هادي زردة 5-5 هادي زردة 5-5 ولا يني 5-5 ولا يني 5-5 أو دابا تجي 5-5 ويلي ويلي على قيلنا ويلي ويلي على قيلنا وأخويا كانوا بصاد الحجاب. هذا حوار 5-5 مع أشواق. لا أنت سانك أنا واحد القضية فيها والأعمال اللي كانت بالخصوص التلفزيون لما كانت تذكر شعب مصر دابا الغريب الناس كيعرفوني أنا كممثل في التلفزيون ما الأعمال الكبيرة هي اللي خدمت في المسرح أنا راه من 71 وأنا في المسرح مع الواعرين وريبرتوارات الواعرين اللي كنقولوا مقامات بديع الزماني بديع الزمن المدني اللي كنقولوا رسالة الغفران من تأليف عز الدين المدني يعني واحد كاتب تونسي اللي كنقول مومو بخرصة مقتبسة عن أميدي كومونسون دي بغصي اللي كنقول شي أعمال المسرح المعقول في التلفزيون لأنه تتجه للملايين شكل آخر ماشي شكل المسرح عند قاع 600 واط 500 واط تلفزيون عامر كتير ملايين بزاف لهذا خصك كندير قضيه هو العمل اللي كنشارك فيها كندير فيها الليت موتيف واحد الكلمه اللي كتردد وهذه سرت على هذا النج مده كنت بديت بتوفا توحشي واحد تنهضر هكا ومشينا وكذا تشوفوا وكان مع هذا مع هذا تشوفوا كان كراز كاين من بعد تكنيك وميكانيك داز تكنيك وميكانيك كاين الشرانجي بوستا سمكني سمكني هي يعطين الفلوس هي سميتو هي دابا اخيرا 5-5 وحبوها الناس وكيقولها بينا وصافي ولكن دابا انا وين ان شاء الله ندير كات كات الغيبه ديال تي طرت كيف طرت غيبة واحد العداد ديال الممثلين ممثلين كبار كبار فنا وسنا تذكروا منهم عبد اللطيف هلال عبد العظيم الشناوي وزيدو كاين عاملا دو فاكتور اولا كبار السن اللي كيمشي مع المرض العامل الصحة وتانيين ظروف العيش تانيين هذيك الكآبة والاكتئاب اللي كيحس به الواحد من جراء التهميش والعزلة اللي كيحس الواحد الإنسان قضى سنين قضى عمر في الميدان ضحك وحاول يوجه ويرشد وبين عشية وضعها عفوا الستة الهضره باقي ما تخرج دابا هي كنجبدوا هذا الموضوع ديال الفن وكان كنزنازنو كنبحو كنعانيو وبعد ما كان صوتك صوت رنان وجميل جدا وكتلقى مع واحد ملزم تيقول لك اخو صوتك يطربنا ولينا صوتنا صوت يحزننا لما تجاونا بحال سميتو تنطبق عليهم المثل اللي كيقول اتقي شر من احسنت اليه كما يتفق على الكثير منهم والظلم ذوي القربى اشد مضاده من وقع الحسام المهندي هذه بالنسبه للواحد واش من اللي كيوصلوا نسبيا شويه كيقولوا انه هذاك اللي علمهم راه غادي يكتشف ثاني عيوب اخرى ما تيرضاوش يبانوا قدامو عيب عيب وللولاد ما كينكروش والديهم دايما كيعترف بوالديهم واجدادهم واخواتهم راحنا في هذا الميدان
راه ما كاين غير راسي، راسي انا، ونحس بك شي واحد بزاف ضيقو سواء في العطاء في النجوميه كي غير منك. والحمد لله الاعمال كلها اللي شاركنا فيها كانت هائله، كانت عجب الناس وكانت زينه، سواء اللي قضينا مع هذا الجيل الجديد ولا الجيل القديم، الجيل المؤسس، اما هذا الفنان الجدد بصراحه راه كيعرفوا يلاه التلفزيون، التلفزيون قعد وصور والسيتكم الخاوي ولا سكتش الخادم ولا بارودي الخايبين وصافي. راه حنا كنا مسرحيات بمعنى الكلمه، كان النص معروف ويعرف صاحبه، المخرج كذلك معروف. شكون دابا باش كنعرفو؟ كيعرفو الكمامة اللي كتعوج وجهها وكتعوج الهضرة، هادشي اللي كاين. ها رمضان ها هو شي، الله يجعلهم مغفرة للذنوب، والله يجعلهم تا هما مغفرة. انا غادي ندوزو عندنا هاد رمضان، انا بعدا ما غنطرش والو، كل خو خداوي كون داوى راسو بحال داك العام بحال هاد العام. وبالخصوص ملي كتشوف الجزء الثاني ديال شي عمل كتعرفي الجزء الثاني في الحموضيه وفي البشاعة. وهذا زعما ومن المفروض انه اي عمل بيدوز في رمضان هو خصو يضحكنا ويكون هذا الجانب الكوميك فيه. رمضان عنده القدسيه ديالته، رمضان كان جميل ملي كان عندنا المغرب كنسمعوا الاله الاندلسيه وتنفطروا على نغماتها من التراث ديالنا، ومن بعد الآلة الأندلسية كنتبعوا مسلسل ديني، عرفتي محمد رسول الله، واحد المسلسل كان داير. إما دابا هاد السراول قوام في اللوان، واحد مشارك في سيتكم 20 مرة في حلقة تيبدل الحوايج. أما البنات حدت ولا حرج، حنا ما كانوا عندنا البنات تيحشموا على اعراضهم، والله راه ماشي عيب نقولها، راه تتا المدى على يدي، راه وريتو اسرار المهنه. بحال اللي دوزت ستاج، راه طلعت معايا مسرحيه وحده باقي كنتذكر سميتها راس المعنى، كان هو نيت عائد فيها بصراحه، كان ممثل زين باقي جديد، كان ممثل بمعنى الكلمه. اما دابا راه ما كاين شيء، هذوك المسرحيات غير الخلاف اللي وقع بالنسبه للخلاف هو كان صيفط ليا ماشي عيب عيط عليها ونحضر راسي ونحضر عطائي ما يخاف من الخير. عمل المكروم راه شافني البصمه اللي خليت فيه، شاركت معاه في واحد السكيتش راه الان باقي كيدوز في القنوات، راه شافني شعطيت فيه، لعبنا الكاميرا الخفيه شحال مره شافني شعطيت فيها. ايوا وليت كنشك الغيره، وبالخصوص في مدينه مراكش الحبيبه راه كاين تاتا، راه كاين احسن من فركوس، على فركوس احسن من تاتا، كيرجع شي صبياني. ولكن الله يسامح لينا ما كاين مشكل، كيعيش إذا كانت فرص الخدمة كثيرة، ما إذا كان لا. وزيادة نقطة التضخم اللي كان عايش الآن، ملي كتلقى موظف كيربح تقريبا 1,000,000 في الشهر وتيشكي، تقول تيقول لك ما كتكفيه، أش غادي يقول لك لما كيدخل تدرم اللي كيتسنى فرصة العمل كيقبض كيقبض، ولا كيشنا شي كيتسنى شي شيعه دير ليه التكريم الا كانت شيعه كتقدر ظروفه الماديه. اما اكثر الجهات اللي كتكرمنا وكتعطينا زريبيه ولا صوره ولا شهاده تقدير، عطيني سن بكني عطيني الفلوس. اخيرا بحال جيت من واحد التكريم في الرباط من طرف وزاره الثقافه، وكان شويه فيه شويه الفلوس، غادي يخلينا بعد هاد رمضان شويه وضاوة، يخليك تصوم هو ديما صايمين، لو كان تصوم شويه وتفطر مزيان.
كنقول انت واحد مجموعه اصدقاء اصدقاء الدراسه كيعرفوا عليها ساعه ساكر واحد الحاج بالرضا واحد الحاج البريكي انت يعني الحجاج باش تعرفي النوره الحاج البريكي واحد واحد مولاي الهادي واحد الحاج عبد الرزاق مولاك احسن بازار في مراكش عندي واحد الاصدقاء والغريب هما اصدقاء الدراسه والسكنه الحومه الحي اللي بعيدين عن الفن ما تقول تكذب ماشي فنان ما العيب هذا هو اللي خصو يكون وخص الفنانين تعاونوا بيناتنا بحال انت خدمتي مزيان دور عطي لواحد الفنان سعد واحد المناسبه قرب واحد العيد زدت واحد البركه شاركتي في سيتكم زدت داك التعويض ديالك في حلقه عطي لواحد والاخر هكاك ما عندناش هادشي الفنان عيب عندنا ما كنتعاونوش سيدنا نصره الله الله ينصره اولا ما ننساش العلاج تحت الرعايه الساميه ديالته في الرباط ومن بعد السكنه اللي دابا الان عايش فيها الله يطول عمره ويخلي لوليداته ولا يختارنا كله الواحد ولكن واش هاد سيدنا رسول الله بيعطف على قاعد هاد الملايين اللي في المغرب لا خاص هاد المسؤولين شويه يعاونو بالنسبه للفنانة يعاونو لنا هاد المسؤولين هاد رؤساء الجماعات هاد البرلمانيين هاد ويعاونو لنا حتى بنعاونو حتى بدوك الجماعات ديالهم راه ماشي عيب راه يتعلمو تيلي تكلف بالجماعة فنان راه يجيب غير مناسبة يعاون تعلق غير الرايات يقول لك اكيد تعلق الراية عطا الله باش يخدمو له كمستشارين مستشار فني الله يطول عمركم لا في الحقيقة راهي الجمهور اللي عندنا راه ملي كيكون دايز الانسان غير في الشارع وتقول له واحد من الجمهور كي وليتي راه بلسم بلسم للجراح راه ملي كتقعد داير في قهوة وكيتجرأ واحد ما حبتو كيخلص عليك هذيك القهوة كتقول له لا تقول الله يطول راه هذا حب كبير اللي ما عنده ثمن الجمهور هو اللي كاين وسيدنا رسول الله